تحية لكم المشاهدين، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بواحد الروتين اللي هو خاص انا والحمارة فريدة، واحد العمل اللي هو شاق جدا جدا جدا، ومعايا تناعمتها هي وانتم معنا المشاهدين. السلام عليكم المشاهدين، كديرين لاباس عليكم؟ بخير وصحيح وخير على خير. اليوم حنا غادي نمسكوا الحمارة وغادي نمشيو نكبوا الماء للكنار. هانتوما معنا الدكاية حرة، دابا الدكاية حرة. مرحبا بكم. شدي ناعمة ساعتي باش نديوكم. شدي فريدة عمروهم يغلق الماء، تنفق منها انا سألنا كبي هذاك تصدق لي انا ركب ما عرفتش شنو ولدك دايرين ما سيتش هالفقرة عندنا. ايه لو شو المقرة يا ما كاينش المقرة هاو هاو تخلعونا انت ما بغيتش تخلعونا كيف تخلعونا كيف تخلعونا تخافيش راني كان ديباني راسي. ها انت نائمة تربط مزيان راه دير غار تمشيها مزيان غادي نصدقوا الماء ديال البادية. روتين بداوي. يا بختك نعيمة اليوم راه نساعدك. ضروري وي. ما غنقدرش أنا غادي نشد هذوك نشدهم وغنخسر راه يشد عليا تنعمر غنقلبو. غيميلوا هذاك العمر غادي طيح طيح صفر ثاني. فكرتيني فيا مزيانة يا مزيان سكيت يا مزيان هذاك الشيء اللي غادي نوريو حنا المشاهدين ديالنا بزاف خاصة نوريو هذاك العلب تاعنا السمان كيفاش مستعمل كانوا كيضربو التمارة والماء ما دابا راه ولا الروبينيات ولا الناس مدخلة الروبيني بالضو ولا داك الماء كان لا ضو لا والو الناس كانوا كيضو غير بالمصابيح وبالشمع وبالبافري اللي لاباس عليه راه كيدير عندو بافري مستقبلا راه لاباس عليه في الدوار عند الناس في البادية. زيدي في هذيك النص زيدي في هذي راه ما كيشهي مع الحرارة. ما بارد، عرفت طالع من البير بارد. بارد بلا ثلاجة. شحال هذا ما الجو سخون الله كيشهي بارد الناس شحال هذا ما كانوا لا ثلاجه لا والو ما كانش الضوء داخل كانوا كيطلعوا الماء بسبب كامل وكيسخن الحال كيطلعوا الماء هكا من البر يشربوا بارد ولكن ما كانوش الناس كيمرضوا بحال دابا الناس ولات بحال داخل المصرار حتى هذاك البرود يدير في الثلاجه شويه اثرات على الناس ما بقاوش كيشربوا ياكلوا الماكلة عادية بحال شحال هذا وشربوا الماء عادي دابا ركبت المشاهدين الرزيد نعم راه خايفه عليا راه العود نطيح لا العود نطيح ماشي راه نطيح حمارة ولا العود نطيح انا الرزيد ها راه بحال هكا كانوا الناس هذوك الناس ديال الباديه بكريم ساكن شحال هذا ديال الزمان امهاتنا وجدودنا الله يرحمهم ساكن كانوا بحال هكا هذه الطريقه اللي كان غير هما كانوا واحد الحاجات كانوا تعطين ما بقاوش
مال واحد كيقول المراكوات ديال الشمري ما بقاوش. ودابا حنا درنا هادو ديال الميكا سقينا بهم هما اللي ولاو دابا فريدة. عاد كطيحي يا فريدة. فريدة ظريفة ظريفة فريدة. ديالها عند الرباط ديالها فوق الرزيلي ها الرزيلي دراي فزع من هذا شي مردي على الحليب نحلي شنو عاد تسخر عليها وقال هنا النساء ديال الباديه ما كيديروش الحليب المحلاه ياك هدا اسامه ورقه سهله خلي هذاك الشيء تما اسامه تنجي وخليه خويتيها ولاد دوك هادي انا النساء ما كيديوش الحليب المحلابه الرجال اللي كيديوهم ياك كيدو ما خاطر كانت شي مراه مسكينه ما عندهاش الراجل راه غتدوها ما عندهاش اللي تسخر لها راه مسكينه كتدي كتمشي تسخر للحوانت عندنا عيد العيرات حنا كنمشيو للحانوت شحال وكيتسخروا ولا يدو الحليب للتعاوني كان خاص يكونوا الرجال حتى مجموعين تما وداك الشيء ولكن مسكينه اللي ما عندهاش الراجل راه معكوره ما عندهاش اللي تسخر ليها راه كدير راسها شوف شوف عرفتي غتهرب بيا شوف هذاك البرام اللي عامر الشعير باش تسرق منه وراك عارف واش هاد الدويله جاتني ما حيدو الدراري الرزيدي الرزيدي دابا وصلتي انا وصلنا دابا هادي تقدم حمص كبيرة شي بلاصة أخرى غدي ولا لا غنشوفو العجولة ونشوفو شنو غنزيدو المسال نزيدوهم إن شاء الله نشوفو الأخرين واش باقي خاصهم لله
الناس كتشرب الشاي. اه هذيك الحيطه راه سميتو في تيدو الصعب الحيطه لها شنو ديالها باش ما تبقاش تفكر بحال هكا. هاد الشوارع راه ماشي شوارع تاع الصحراء غير هاد اللي طالعين غير هاد الكره ديال الدور كبار. دابا حنا زعما مين الشوارع لا صافي لا ما بقيتش نحتاج الماء هي بغات تاكل كانت كمية كبيرة شو شحال
انا نبغى هذا ما كناش طاع نبغى باينه كيزك هذا الروتين هذا العمل اللي درتي زوين من داكشي ورجعنا شويه رجعنا للوراء رجعنا للناس زمان زوين مشينا نشرب لهذاك الكنب اللي ما كان طبيعي وسقينا وشاركنا معاكم الروتين ديال الناس زمان وشكرا لنا المشاهدين شكرا لنا بزاف وشكرا لكم على المتابعه وشكرا على الكومنتات ديالكم الزوينه وما تنساوش ديما لايكات المشاهدين لايكات على وجه فريده الا كانت فريده عزيزه عليكم هاد النوع من الفيديوهات واش حط طلب ديال المتابعين بزاف يعني كطلبوا بزاف الناس راه كيطلبوا وانا وانا كنت مريضه وما عندش وقت باش نجي للبالي ونصور قلت لكم المشاهدين في الفيديو السابق راني مريضه بزاف الحال صعبه قمريضه وكنحط الطلب ديالكم وتوحشت وما كنتش نكبر عليكم وكنقرا ديما الكومنتات يوميا كتقول لي الدكتور يبقى تتصور صور لي لا روتين على سميتو على الحمار سيري بالبالي سيري هذا المشاهدين وشكرا لكم بزاف وشكرا للمتابعه مازال جاي جديد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مازال ما كان غير مجادل انا وياكم المشاهدين نتمنى انتم بالكومنتات ديالكم الزوينه لايكات تشجيع وانا بالفيديو هذا يعجبكم ان شاء الله ويكون تحت الطلب ديالكم ان شاء الله يا ربي ياك اخالتي نعيمه تحيه لمراه الكاميرا مسكينه عطينا يدك عليا بالحماره هي كتجري وانا كاينه باش ولكن مراه الكاميرا مسكينه راه كتبقى ما كنقطعوش التصوير ملي بدينا حتى لدابا مراه الكاميرا تقريبا ربع ساعه انا شاده ما كاينش مونتاج صافي كنخلي الفيديو هو زعما راه تحيه لمراه الكاميرا راه كانت ربي يخليك اخالتي خفيني نقيت الله وروي راه كتزادك بك وانا مقلقش نزيد نقيت الله بالنسبه للسيده اللي كانت طالبت لها قالت لنا على الكحل اخواتي كتبوا لي على الكحل المغربي ان شاء الله يا رب غيكون عندي الوقت دابا مع الدخول والدراسه كتعرفوا هذا غنلقى شي وحيات وغنجي غنبحث السيده اللي هي خاصه بالكحل المغربي كتصاوب لي الدخول ديالي انا ما بغاتش نصاوبوا لي اي وحده هاد السيده كانت معروفه معروفه وغتعطيكم الكحل اللي غيديروا العيالات والرجال الوليدات الصغار كلشي كيصفي العينين وكيحد لك الحموريه وكيراو التشطار بالنسبه للتفاره اللي كيطيحوا ان شاء الله يا ربي انا ما بغيتش نمشيو راه كاين العيالات اللي كيطيحوا كثار ولكن هذه كندير في واحد الاعشاب باش الاعشاب ما كيحرقوش بزاف ندير الكحل الحار غادي ندير ان شاء الله غنصاوب لك الكحل الحار والحلو هذاك الحلو المحسوس المحسوس هذاك المحسوس يديروا الوليدات الصغار في الطريق ديالهم كاش بالنسبه اللي عندهم عينهم فيهم الحشاشه في الحالين ما كنديرش الكحل الحار ما كنقدرش عليه وندير الكحل الحار حتى هو بالنسبه للناس اللي طالبينه يديروا العيالات الرجال الدراري الصغار والكبار كلشي ان شاء الله يا رب الله يرزق الصحه والسلام راه ما مشيتش راه مازال لك في البلد اخواتك دوزوا بخير السلام عليكم